مرحبا والسلام للجميع. اليوم نعمل unboxing لهذا البوكيت بي سي. نشوف شو هو هذا. في انتل انسايد، في هذا عبارة عن small بي سي. تيجي طبعا مع الكتالوج. هذا هو كل الكمبيوتر. طبعا فيش فيه هارد درايف، يعني لازم تحط له هارد درايف، بس المختصر هذا هو كل اشي. في هون اس دي كارت تقدر تحط، و 2 يو اس بيز، وشاحن، شاحن مايكرو. مايكرو ابصر شو هذا. هذا اون اوف يمكن، هذا اتش دي ام اي فيميل لا اتش دي ام اي ميل عشان بي سي، وهون الشاحن. اذا هذا اللي بيجي بالبوكس، هذا مايكرو يو اس بي بنحط هون، واتوقع هذا لازم يشبك في الكهرباء، وهذا ال HDMI. وين بده يجي هذا؟ بس اذا بده انت ممكن توصله دايركت على الكمبيوتر. احنا حنوصله دايركت اي ثينك، او اذا نحط هذا نجرب مع ال اوكي. خليكم معنا حنكمل الوصلات. هذا اللي لحد هلا هي ضوا، بس بدنا نوصل اليو اس بيز ونرجع لكم. طيب عملنا كل التوصيلات هلا وبنستنى يطلع حاجه. هي في شغله طلعت اوكي، امريكان مش عارف ايش كوبي رايت. عم بيطلع شغلات. طبعا سهل التوصيل، كهرباء اتش دي ام اي ماوس وكيبورد، وهاي بنستنى. Windows feature. Next up, the link. Now, let us know if this computer is owned by your work or school, or if it's yours. Type your email address or phone number, then follow the instructions to sign in. طيب يعني اخر اشي وجدنا انه هذا البي سي، بوكيت بي سي، اشي صغير حلو تقدر تستخدمه وتاخده معك اذا الكمبيوتر الخاص فيك. السيت اب اخذ منه وقت طبعا عادي هذا، بس يوجولي اتس يعني شغال كويس، فثمب اب وحقه 130 دولار، وكان في عليه كوبون 30 دولار فاخذناه ب 99 دولار تقريبا. تمام باب، يلا يعطيكم العافيه. نزلنا الكروم، استمتعوا وانجوي ات. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.